حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، أهلا بكم في نشرة الثامنة. كيف تقرؤون هذه النسبة التي تشير إلى ارتفاع مستوى إنجاز الطلبات الواردة إلى المجلس وانعكاسها على رفض مسيرة التنمية في المملكة؟ طبعا بالنسبة حق المؤشرات الإيجابية القياسية اللي تم راستها في الربع الأول من هذه السنة تمثلت في حوالي 99% من الطلبات أنجزها المجلس في 14 يوم، وأغلبها تقريبا حوالي 91% منها تم إنجازها كذلك في أقل من ذلك في أسبوع. طبعا هذه المؤشرات كلها واللي هي صراحة غير مسبوقة تساهم بصورة مباشرة في تلبية تطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه في توفير خدمات ومشاريع حكومية بالسرعة القصوى لخدمة المواطنين والمقيمين والاحتياجات التنمية. لله الحمد يعني هذه مؤشرات كلها إيجابية وتعزز من النمو الاقتصادي وتعزز من ثقة المقيمين والمواطنين في الخدمات الحكومية والمرفق الحكومي سواء من المناقصات والمشاريع المطروحة من قبل الوزارات والهيئات الحكومية أو حتى الشركات الحكومية المملوكة للدولة. فنحمد الله على هذه النتائج بصراحة، وهي اللي يعني خلتنا نقيم مراجعاتنا للإجراءات اللي قمنا فيها خلال السنتين اللي طافوا. لله الحمد إن هي إجراءات ماشية في الاتجاه الصحيح، واللي اليوم نلمس يعني ثمرة هذه التبسيط في الإجراءات اللي قمنا فيه ومراجعة العمليات اللي وصلنا لها الأرقام هذه بالرغم من زيادة عدد الطلبات اللي توصل المجلس. يعني زادت الطلبات الواردة للمجلس حوالي 44% عن العام السابق في نفس الفترة، لكن سرعة الإنجاز تفوقت يعني بأزيد من 7% إلى 8% عن الفترة نفسها. نعم. إذا سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، شكرا جزيلا.